الثالثة مساء، الساعة في أبو ظبي. أهلا بكم إلى نشرة أخبار العالم من مركز الاتحاد للأخبار. أبرز العناوين حتى الساعة. رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويمنح سفير موزمبيق وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. تركيا تعلن شن غارات ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة. نشرة أخبار العالم مستمرة من مركز الاتحاد للأخبار بعد الفاصل. فرنسا تبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام على أن يعود آخر جندي إلى باريس بحلول نهاية العام. أهلا بكم إلى أخبار العالم من مركز الاتحاد للأخبار. تبدأ فرنسا سحب قواتها من النيجر بعد أيام، وذلك بعدما قال الرئيس. وصلنا بكم إلى نهاية نشرة أخبار العالم، تذكير بأبرز العناوين قبل الختام. رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويمنح سفير موزمبيق وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. تركيا تعلن شن غارات ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستانية شمال العراق. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، نلقاكم في فترة إخبارية قادمة. إلى اللقاء.